لا يا استاذ ماسو، انت كده بتعمل لي مشاكل في العماره. بقول لك يا غريب، اتكلم كويس مع مامور العماره، ما تخلينيش هزاك. طب ازعجني؟ طب مش عامل حاجه. لو انا غريب وانا وحيت امك، وحيت امك اعمل اللي قلت لك عليه وانا هظبطك. تعد لحد 16 وتنفس، ماشي؟ والنبي ماشي. يلا يلا، جت جت جت. صباح الخير يا استاذ مازو. صباح الخير يا نسرين. خلاص بقى نشيل التكاليف، احنا بقينا جيران. قولي لي يا مازو اقول لك يا نسرين، او قولي لي يا نسرين اقول لك يا مازو، عادي برضه. انت ما طلعتش ليه؟ ما الاسانسير موجود. لا اصل الاسانسير ده زوجي، فمش هينفع اطلع لوحدي. اتفضلي اتفضلي. على فكره شكلي هبقى مبسوطه معاكم قوي في العماره، انتوا ناس لطاف قوي ومحترمين. ما عدا وسيم. وسيم بيه غريبه، مع ان انا حاسه انه طيب قوي. ده شرير جدا، شرير جدا، وبيكره كل الناس ما عدا مراته، بيحبها وعمره ما هيتجوز عليها. انا بقول لك ابعدي عنها. ايه ده؟ لا ده انا بخاف قوي من الحاجات دي. اوعي تخافي، اوعي تخافي وانا معاكي. ده الواد غريب اصله ما بيعملش صيانه للاسانسير، بس هو راح يجيب المهندس. احنا ورانا ايه؟ كلميني عن نفسك. بس يا سيدي، فقلت اجي اعيش هنا لوحدي من غير مشاكل. اوعي تقولي لوحدك، اوعي تقولي لوحدك وانا معاكي. انا عايزك تعتبرينا كلنا هنا اهلك، انا بالذات تقدري تعتبريني جوزك. نعم؟ مجازا، مجازا يعني لو احتجتي حاجه اقدر اعملها لك يعني. مدام شيماء. فين؟ فين مدام شيماء؟ في في ايه؟ اتخضيت كده ليه؟ انا قصدي يعني ان انا لما شفت مدام شيماء حبيتها قوي برضو. بيقولي الجمله كلها مره واحده عشان انا يعني قلبي بيقع في السيره دي. ما تجيبي نمرتك ادخلك معنا في جروب العماره عشان ما تحسيش ان انت لوحدك وكده يعني. طبعا يا ريت. بس الجروب ده بقى لطيف ولا في ناس دمها تقيل؟ يعني ما فيهوش غير انا وانت بس، انا عامله جروب علشان ما ينفعش اكلمك على الخاص. انت لذيذ قوي على فكره، وانا مش عارفه ارتحت لك كده ازاي وحكيت لك عن حياتي وكل حاجه بمنتهى السهوله يعني. طب ما نتجوز بقى. بهزر. انا عارفه. غريبه قوي ان الاسانسير لغايه دلوقتي ما اشتغلش. ما احنا هنشوف اهو ما اشتغلش ولا ايه. غريب. ايه يا استاذ ماسو، المده اللي اتفقنا عليها خلصت. هاخد مده ثانيه. مده ثانيه هيبقى حساب ثاني وهتدخل في الشريحه الجديده. زود. يلا يلا تمام. يلا يا جماعه الاسانسير قدامه نص ساعه. يلا. هو انت مش قلت لنا 10 دقايق يا عم؟ بقول لك ايه، انت بالذات هتطلع على السلم حتى لو الاسانسير شغال. ويلا مش عايز كتره كلام. يلا يلا. طبعا انت عارف ان انا سنجل، فده بيخلي رجاله كتير تجري ورايا. اوعي تقولي سنجل، اوعي تقولي سنجل ده وانت معايا، وانا رحت فين؟ وبعدين هو انت لوحدك اللي سنجل؟ مانا سنجل. مدام شيماء. فين؟ مدام شيماء. لا انا قصدي يعني مدام شيماء اللي انا شفتها معاك دي مش تبقى مراتك؟ مراتي بس بيقولي الجمله على بعض مره واحده. هي مراتي فعلا، بس ياما ناس لابسه دبل في ايديها بس قلوبها سنجل. ايه ده؟ ايه اللي شغاله ده؟ يا غريب يا غريب، ايه اللي رجعه ده بس؟ مدام شيماء. هتسيبك بقى من السيره مدام شيماء وبتاع بقى، ما تولع بجاز مدام شيماء. ده اللي هولع فيك. هو ده الاسانسير اللي عطلان يا كلب العماره؟ وديني لوريك. هي يا استاذ مهزو، اتمنى نكون ما ازعجناش حضرتك وانت جوه. يا ترى كنت مرتاح جوه ولا تحب احجز لك اوضه؟ لا ده لا 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 لا، الاسانسير مش شغال خالص يا شيماء، خالص. الواد ده ما بيشوفش. انزل من على المسرح يا مازو بيه، لاني اعترفت بكل حاجه. اوكي. اخرس خالص، ما اسمعش صوتك ولا نفس. ويا ريت حضرتك يا استاذه نسرين لما تبقي تركبي الاسانسير تبقي تركبيه لوحدك. كده؟ لا ما انا كنت هركب لوحدي، بس مازو قال لي انه لازم احنا الاثنين نركب عشان ده زوجي. زوجي؟ لا ما هو اصل انا اللي زوجي راجل عسل. طيب هستأذن انا، وسوري اذا كنت عملت لكم اي ازعاج يعني. لا خالص. غريب، ممكن لو سمحت تشيل دي وتجيبهم لي على البيت؟ ده انا اشيلك انت معاهم. اتفضلي يا اتفضلي. ايه يا شيماء؟ انت ببوظي الخطه ليه؟ مفيش خطط تاني من ورايا يا مازو، وبعدين تعالى لي هنا، انا سامعاك كده بوداني كنت بتقول لها انا سنجل. انا قلت انا سنجل؟ انا قلت انا سنجر بغني يعني وصوتي حلو كده. وحياة خالتك، اتفضل قدامي. لا قدامك فين؟ انا ورايا شغل، رايح السنجل، رايح السنتر. وخفي علينا شويه، عايزين نكسب. نكسب؟ قصدي وسيم يخسر. خفي.